كافي ظلم، كافي ظلم يا عراق، كافي ظلم، كافي ظلم. أوجه رسالة خاصة إلى وزير الأعمار وإلى محافظ كركوك المحترم والأخ صفاء مجرن العبيدي. ما يجوز هذا الحكي أبد بتفليش البيوت الفقراء. هذا المرأة سرد يفرشون بيتها وهي صاحبة يتامى، هل هذا هو صحيح؟ أخي الشيخ وصف العاصي تدخل بالموضوع، كافي عاد مهزلة للعرب، كافي مهزلة للعرب، كافي مهزل العرب. هسه اكو شارع 20 داخل الفرع؟ ماكو شارع 20 داخل، شنو عند المحافظ مطار يجي يطير يمنا؟ يعني هو كليته 5 6 كافي ترى. عمي والله كله بعلم المحافظ، وهو اول ما نصبوه قبل وقع الكتاب يشيلون العرب. مو هيك يعني. يعني احنا والله العظيم منو اللي يسكن هاي؟ تهجرنا منو اللي يسكن وما عندنا بيوت؟ حال الضيم حالنا، هم يا ريت بناء ماله وادم احنا بانين، بس ما يخال، بس وين نروح؟ وين نروح احنا وهاي جهالنا صغار؟ وين نروح؟ وين نروح؟ 12 متر، حتى 12 متر هواي علينا. ظلم هذا، ظلم، ظلم هذا. احنا بعراق، عراق هذا عراق الخير، تالي اهل العراق يجي ظلم؟ عمي خلينا نطلع، احنا نطلع على 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 اجانب احسن لنا.